أرحب بجميع المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 2023-2024 وراغبين بالتقديم للدراسات العليا بكلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيكل. نود إعلامكم أن موعد التقديم للدراسات العليا سيكون بتاريخ 2/5/2023 وأن موعد الامتحان التنافسي سيكون بتاريخ 20/6/2023 إن شاء الله. وسنعرض على حضراتكم الآن خطوات توضح آلية الإجابة على ورقة الاختبار للامتحان التنافسي والتي ستكون من نوع اختيار من متعدد MCQ من قبل السيد عبد الله عادل الموظف في شعبة الدراسات العليا. سيتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني ضمن نظام التصحيح الإلكتروني Bubble Sheet System أو ما يعرف حالياً بالـ Optical Mark Recognition الذي يتميز بالسرعة والدقة. تمنياتي لجميع المتقدمين بالتوفيق والنجاح. الأستاذ المساعد الدكتور رنا بهجة إسماعيل مدير شعبة الدراسات العليا بكلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيكل. السلام عليكم. فيديو تعليمي عن الامتحان التنافسي ونظام التصحيح الإلكتروني البابل شيت سيستم أو ما يطلق عليه حالياً الأوبتيكال مارك ريكوجنيشن من إعداد أستاذ مساعد دكتور رنا بهجة إسماعيل وتقديم عبد الله عادل رشيد. في الامتحان التنافسي راح يتم تقديم لكل طالب 3 أوراق. الورقة الأولى راح تتضمن اسم الطالب والرقم الخاص به. الورقة الثانية راح تتضمن أسئلة الامتحان التنافسي وهذه الأسئلة راح تكون عبارة عن مالتي تشويس اختيار متعدد، أي عندي سؤال ويتم اختيار إجابة صحيحة من مجموعة إجابات، وعدد هذه الأسئلة طبعا راح يكون قد يكون 100 سؤال، حاليا راح نعرض فقط 5 للتوضيح. أما الورقة الثالثة فراح تكون عندي هي فورمة الإجابة على أسئلة الامتحان التنافسي وهذه هي أهم ورقة راح تكون عندنا. فنحاول أنه بهذا الفيديو نوضح شلون الطالب يجاوب على هذه الأسئلة باستخدام هذه الورقة بدون حدوث أي مشاكل، لأن أنا أي خطأ يصير عندي بورقة الإجابة راح يأثر عندي بتصحيح الدرجة مالتي. فأنا حاليا راح أعتبر نفسي طالب في قاعة امتحان وشلون راح أجاوب على هذه الأسئلة مالتي بدون أي مشاكل. أنا أول ما يعطيني الأستاذ ذني 3 أوراق. أول مرحلة إنه أنا فورمة الإجابة راح أشيلها وأعزلها على صفحة، ما أتلعب بها نهائياً، أخليها على صفحة. أنتقل إلى فورمة وكذلك رقم الطالب أخليها فوق الورقة مالتي مال الإجابة وأخليها على صفحة. فقط أنتقل إلى ورقة أسئلة الامتحان التنافسي مالتي. هذه الأسئلة الامتحان مالتي راح أطلع قلم رصاص، أستخدم قلم رصاص. هذا القلم الرصاص مالتي من خلاله راح استخدم ورقة الامتحان مالتي نفسها، ورقة الأسئلة نفسها بتحديد الإجابات الصحيحة مالتي. يعني أنا مثلا عندي السؤال الأول حددت الإجابة الأولى هي الصحيحة بالقلم الرصاص. انتقلت للسؤال الثاني أيضا حددت الإجابة مثلا B النوب C النوب مثلا رجعت A. يعني هنا أنا بالامتحان حددت الإجابات مالتي الصحيحة على ورقة الامتحان نفسها. ليش نحدد على ورقة الامتحان نفسها؟ لأن أنا في حال حدوث عندي خطأ بالإجابة مالتي أقدر أصححها. يعني أنا هنا مثلا حددت الإجابة الأي هي الصحيحة، لكن الأي هي مو الجواب الصحيح، هي الإجابة الصحيحة مالتي هي الأبليكيشن سوفتوير بالنسبة لهذا السؤال، فالإجابة مالتي صحيحة سي، فأنا هنا أقدر أصحح، ما عندي أي مشكلة، أقدر أصحح يعني أقدر أمسح الجواب السابق مالتي وغيره للجواب الجديد. فبالتالي هنا أي خطأ عندي راح يصير ما راح يأثر على الورقة مالتي. يعني حتى لو استخدمت قلم جاف ماكو أي مشكلة، يعني أنا أقدر أحدد الإجابة الصحيحة مالتي الأولى ومن ثم غلطت راح أقول عليها أكس وأحدد الإجابة الثانية هي كصحيح. فبالتالي أي تعديل راح يصير بالأسئلة ما راح يأثر عندي بورقة الإجابة. بعد ما خلصت أنا جميع الإجابات الصحيحة مالتي على الأسئلة وتأكدت منها 100%، يعني أريد أسلم، راح أنتقل إلى ورقة الإجابة مالتي. أول مرحلة ورقة الإجابة مالتي عندي هنا الخانة اللي فوق مثل ما نشوف هي اسم الطالب ورقم الطالب. فأنا أول مرحلة راح أكتب اسم الطالب عبد الله عادل، أكتب اسم الثلاثي مالتي، طبعا الثلاثي أو الرباعي الأصح الرباعي، نكتب اسم الرباعي مالتنا في خانة اسم الطالب. أما في خانة رقم الطالب هنا كان عندي رقم اللي هي الورقة الأولى اللي طاني إياها الأستاذ، ورقة رقم الطالب اللي هي الورقة راح تكون تتضمن من 4 مراتب، الأرقام مالتي راح تتضمن من 4 مراتب.
مثل ما نشوف الرقم مالتي هو 1352. فاني انتقل الى فورمة الاجابة مالتي. الفورمة مالتي راح تكون هنا، هذه الرقم هو خاص بالارقام الاحاد، هنا بالعشرات، هنا بالمئات، هنا بالالوف. فمالتي الرقم هذا راح ابدي به من الاثنين لحد ما اوصل الواحد. فراح يكون اكتب هنا اثنين، اكتب هنا خمسة، وهنا ثلاثة، وهنا واحد. بعد ما كتبت اسمي الكامل الرباعي وكتبت رقمي، اجي هنا بهذه الخانة. هذه الخانة اتجنب انه يصير عندي اي خطأ نهائي. يعني هنا طبعا الاجابة بالورقة الاسئلة راح تكون لازم بالقلم الجاف، ما ممكن تستخدم قلم رصاص، فبالتالي اي خطأ راح يأثر عليك، فلازم تكون دقيق وحذر بالاجابة مالتك هنا. فاني بعد ما كتبت الرقم مالتي والاسم الكامل، اجي هذه الارقام، هذه الارقام مثل ما نشوف راح يكون من 0 الى 9. فاني هنا الرقم شنو كان مالتي؟ 2. فاني اجي على الرقم 2، اجي اظلل الرقم 2 الدائره اللي بداخله فقط، يعني اتجنب انه اسوي اي تاشيره خارج الدائره، والتظليل مالتي لازم يكون كامل حتى الاجابه مالتي ما يصير عندي بالبرنامج خطا وتروح علي الاجابه. فاني اختاريت رقم 2، هنا رقم 5، عندي 5، فاني هنا ايضا راح اظلل الرقم 5. هنا كان عندي رقم 3، فراح اروح على رقم 3 واظلله، يعني اظلل فقط الرقم اللي موجود عندي برقم الطالب، ما ممكن اظلل اي رقم هنا. يعني اذا ظللت رقم هنا 5 فهنا راح يصير خطأ، فهنا بالتالي الاجابة مالتك راح تروح، لان البرنامج ما راح يعرف رقمك لان انت مظلل على رقمه وهذا خطأ. فدائما نكون حذرين، فقط نظلل الارقام اللي نريدها، اللي هي الرقم الخاص كطالب اللي زودناه به الاستاذ. ننتقل الى اخر رقم اللي هو الواحد. هسه انا حاليا ظللت اختاريت رقمي كملته. انتقل بالمرحله الثانيه الى الاسئله مالتي. طبعا هنا راح يكون 1 2 ترقيم للاسئله، يعني هنا السؤال رقم واحد، هذا السؤال رقم واحد هو نفسه هنا راح يكون رقمه واحد. من اجي على السؤال الثاني هو نفسه هنا السؤال الثاني، فهنا الترقيم مالتي هو راح يكون نفسه هنا. مثل ما قلنا احنا هنا بالفورمة 100 سؤال، لان قد يكون امتحان مالتنا 100 سؤال مالتي تشويس. فاني هنا اجيت ارجع للاسئله الامتحان مالتي، انا كان بالنسبه للسؤال الاول اختارت الاجابه الصحيحه مالتي هي سي، فراح اروح للفورمة الاجابه، اروح على السؤال الاول، اروح على السي، نفس الحاله اظلل بالقلم الجاف مالتي واتجنب اي مش يعني اي تظليل خارج الدائره مالتي، انه اظلل الدائره بشكل كامل للسؤال الاول. هسه اني جاوبت على السؤال الاول، اختارت اجابه صحيحه مالتي. انتقل للسؤال الثاني كان هو البي، فراح اروح على السؤال الثاني، اروح على الحرف بي، واختار الاجابه الصحيحه مالتي. دائما انه اركز انه الدائره كلها اظللها بصوره صحيحه، ما اترك شيء. انتقل الى السؤال الثالث اللي هو كان مثلا سي، السؤال الثالث هو سي، السؤال الرابع مثلا اي، ظللت الاجابه مالتي بصوره صحيحه. ننتقل للسؤال الخامس على ما اذكر كان هو بي، وبنفس الطريقة راح أكمل لبقية الأسئلة حسب عدد الأسئلة مالتي. فبالتالي مثل ما نشوف أنه أنا اتجنبت أنه يصير عندي أي خطأ. أما بورقة الأسئلة كان عندي احتمال أكثر من خطأ، أنه كان عندي اختيار الأي بالبداية، أنه بغيرته للسي، نفس الحالة بقية الأسئلة. فهنا أنا بالأسئلة مني أجاوب أقدر أصحح عليها، الخطأ مالتي ما يأثر عندي، يعني أقدر أمسح أقدر أشخط عليه، لأن هذه راح تكون ورقة أسئلة ما راح تدخل للبرنامج. لكن اللي يهمني هي ورقة الإجابة أحافظ عليها، أنه أكتب مالتي الاسم بصورة واضحة، الاسم الكامل الرباعي، أكتب الرقم الطالب حسب ما زودني به الأستاذ، اللي هو رقم الطالب راح يكون من 4 مراتب. بعد ما كتبت الأرقام مثل ما قلنا راح نبدأ بأحاد، عشرات، مئات، ألوف، يعني الرقم مالتي راح أقرأه أكتبه من أنا أبدي من الاثنين، خمسة، ثلاثة، واحد.
بعد ما كتبت كل رقم اختاره من خلال هذه الارقام، فقط اختار الرقم اللي انا موجود. هنا اثنين اختارات رقم اثنين، هنا خمسة اختارات رقم خمسة، هنا ثلاثة اختارات رقم ثلاثة، وهنا واحد اختارات رقم واحد. فبالتالي انا كتبت اسمي وكتبت رقمي بدون اي مشاكل. ايضا الاسئلة مالتي انا بعد ما حددت الاجابات الصحيحة مالتي 100% قدرت احددها هنا بدون اي مشاكل، بدون ما ارجع مرة ثانية اصحح الاجابة مالتي. يعني هنا من جاوبت هاي المفروض انت كامل الاجابة مالتك صحيحة 100%، ما ممكن بعد تغير عليها، لان انت اذا غيرت هنا مثلا اختارت لي سي والنوب رجعت اختارت لي دي وكتبت لي هنا اكس، بالتالي هنا صار عندك خطأ. يعني انا هنا البرنامج راح يقرأ لك جوابين. في اقصى الحالات انه لو صار عندك هذا الخطأ تقدر تطلب من الاستاذ لجنة الامتحان مالتك انه تعطيهم هذه الورقة مالتك يتلفوها وتاخذ ورقة جديدة وتجاوب عليها بصورة صحيحة. وهذه طبعا في الضرورة القصوى، يعني احنا وضحنا انه انت لازم تكون مجاوب ومحدد اجاباتك النهائية، يلا تنتقل الى فورمة الاجابة النهائية. بعد ما خلصت جميع الاجابات تقدر تسلم ورقتك الى اللجنة. هذا لكم جزيل الشكر والتقدير.